بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لعملية الببلش والأبلود للبرمجية بتاعنا على فضاء الإنترنت. هنعمل ببلش، وعندنا أنماط مختلفة. طبعا إحنا هنختار الويب، وهنختار مثلا سطح المكتب واسم البروجكت بتاعنا. عندي مثلا مسمية لاست، ممكن تكتب حاجة في الديسكريبشن تكون موجودة. وطبعا الفورمات بتاعي بيكون HTML5 بالفلاش باك والبلاير بتاعه. خلينا نختار مثلا، إذا كان في فيديو بيكون هاي كواليتي، ولو لو مثلا كان في صوت. بالنسبة للإيمج كواليتي أنت عايزها تكون عبارة عن إيه؟ يعني ممكن تختار كاستم، ممكن تختار ستاندرد، أيا يكن هخلي الدنيا أوكي. والببلش للإنتاير بروجكت، هضغط على كلمة ببلش. هيبتدي يعمل، هو يمشي في الوزارد بتاع الببلش، هياخد الصور ويضغطها وملفات الصوت وملفات الفيديو والكلام ده. لحين ما يخلص هيجيب لي مربع صغير بإن الببلش تم سكسسفول. أنا هنحاول نسرع الفيديو شوية لحين ما نوصل لنهاية العملية. تمام شباب، congratulations. بيقول لي إن الموضوع تم بشكل سليم. خلينا نضغط على كلمة open علشان نفتح البروجكت بتاعه. فبنلاقي إن هو على اللوكيشن اللي أنت اخترته بيعمل فولدر، وجوه منه بيحط لك مجموعة الملفات دي. فإحنا هنمشي على الملف اللي اسمه، عندي ملفات مختلفة، عندي ستوري HTML5 وستوري فلاش وستوري HTML. فأنا مثلا هضغط على ستوري HTML دوت، دبل كليك عليه علشان نشوف البروفيو أو الشكل بتاعه. بقت حاجة من ضمن الحاجات. فنلاقي إن المسألة دي تبقى تلف كتير كده. خليني أكنسل الموضوع وأضغط على ستوري فلاش بدبل كليك. طيب هيجيب لي الرسالة ديت يا جماعة، اللي هو كام تبلاي كورس. الرسالة ديت حلها كان موجود عند عند الموقع الرسمي الارتكوليت. انا هحاول اشير اشير للناس اللينك. فبيقول مفاده local playback of published content does not work with flash. لو انت كنت بتستخدم فلاش بلاير 23 وين فيما فوق، فبتكون مسألة اللوكال بابلشنج أو اللوكال بلاي باك مش موجودة. يعني البراوزر ما بيسمحش بإنك تشغل ملف فلاش لوكال، فاهمني؟ فالمسألة ديت ليها دخل مسألة الحماية. يعني هو جايب لنا الخطوات بتاعتنا على اختلاف البراوزرز اللي انت بتستخدمها في عرض ملفات الفلاش. فلو انت كنت مستخدم مثلا جوجل كروم، فهو بيقول لك مجموعة الخطوات اللي انت كنت بتمشي بيها. بيقول لك مثلا في الاول اضغط على اللينك ده لو انت كنت مستخدم اللي هو الفلاش بلاير سيتنجز. انا لو رحت طبعا هلاقي ان الامر ده موجود، وكل اللي انت محتاجه انك هتشاور على اللوكيشن اللي فيه البرنامج اللي انت عايز تشغله. يعني مثلا ده اللوكيشن بتاعي، ده اللوكيشن اللي فيه ملف الفلاش اللي هو المسار يعني الباص. فانا هاخده كنترول سي واروح على الموقع ده وابتدي اعمل ايديت لوكيشن، واضغط على كلمه اد لوكيشن، اعمل كنترول في للمسار بتاعي واعمل كونفيرم. تاني كده اد لوكيشن كنترول في واعمل كونفيرم، هلاقي المسار بتاعي اوريدي، هلاقي المسار بتاعي اتضاف يعني على اللوكيشن ده اللي فيه الملف اللي بيطلب الاذن. هروح بعدين اعمل ريلود، هطلب الاذن ان اعمل اعاده تشغيل. فهتلاقي ان المشكله ديت اتحلت وان البرنامج شغال معاك لوكال. يعني احنا بنحاول نستعرض الجهاز على اللوكال. اديك لو شايف الفايل بتاعي بيكون سي يوزرز، اسم اليوزر بتاعي والملف موجود على سطح المكتب وكده. المهم هتلاقي ان مساله اللوكال، يعني مساله العرض لوكال شغاله ما فيهاش مشاكل. تمام اوكي جميل. كده هنحاول نعمل شيء تاني علشان نكون اونلاين زي كده، لان احنا كنا يعني كده او نرفع او بقى على الاستضافه المجانيه. خلينا نقول اني هعمل نقطه مهمه على ملف الستوري فلاش ده يا جماعه. في الاول كده انا خلصت الرندر. تمام، ملف الستوري الاسم ستوري فلاش ده اللي انا لما ضغطت دبل كليك عليه هشغل الكونتنت بتاعي او هشغل البرمجيه بتاعي. عايز اخلي الملف ده هو اللي اسمه اندكس. تمام،
فالغالب الرفع على الاستضافات بيتطلب وجود صفحه اسمها اندكس، لان دي الصفحه اللي هي هترن الكلام ده، فعشان كده انا حاولت اسميها اندكس يا جماعه. وهروح على موقع الاستضافه المجاني بتاعي اسمه بيت الون الاستضافه. انا بحاول اكتب اللينكات ديت عشان ما انساهاش. الموقع سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل، انت كل اللي انت محتاجه انك تضغط على لسه ساين اب، وبعد ما تعمل ساين اب هتقول له يوزنج ايميل وتدخل الايميل بتاعك وتتعامل. يعني انا ضغطت على كلمه يوزنج ايميل، وبعدين هو هتحاول تكتب الايميل بتاعك والباسورد وتعمل كونتينيو، فيروح يبعت لك ايه، يبعت لك كود معين. الكود ده انت هتحاول بقى ايه تاخده وتدخله على يعني يبعت لك كود عباره عن تقريبا رقم 4 ارقام او 3 ارقام ايا يكن، وتروح واخدهم ومنزلهم او كاتبهم في المسافه دي. الشاهد يا جماعه ما في اي شيء، الموقع الكونتنت الكنترول بانل بتاعته بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه. كل اللي انت محتاجه انك تعمل كده دراج اند دروب من السايت. الموقع بتاعك فينه؟ اللي هو الفولدر يا جماعه، الموقع ده اللي هو الفولدر اهو اللي اسمه لاست، اللي انا لسه كنت عامله مصدره بعد ما عملت ايه الصفحه الرئيسيه خليت اسمها اندكس. تمام كده؟ عشان ايه؟ دي الفكره بمنتهى البساطه. فانا اللي انا عايزه منك انك تمسك الفولدر ده كده زي ما هو، تاخده وتسحبه على كلمه دراج اند دروب دي. بس هو هيبتدي يعمل اناليزنج ويعمل ابلودنج، هيعرف عن الملفات اللي عندك كلهم ويبتدي يرفعهم ملف ملف. انا طبعا هحاول اسرع الفيديو لحين ما تتم عملية الابلودنج ديت. بعد ما بيخلص الموقع الرافع بيحاول يديلك زي رابط، الرابط ده مجرد الضغط عليه المفروض انه يستدعي الموقع بتاعك. كليك عشان تنيبل الفلاش ونعمل الالاو، المفروض ان الموقع راح يفتح دلوقتي بمجرد ما انه يتم تحميل الملفات بتاعنا ديت. ممكن تستنى لحظات بسيطة لحين ما ملفات الجافا سكريبت إنها تشتغل. يعني عارف إن الجافا سكريبت بيعمل لها ساعات، يعني تعمل لازم تعمل لها ريندر قبل البيج ما تشتغل، خصوصا إنك عندك ملفات جافا سكريبت وملفات فلاش وكده. دي الصفحة الأساسية لو رحت مثلا على المصمم. التحميل الحين الموضوع ده دخل بالكونكشن بالإنترنت يا جماعة، لكن يبقى ان التصميم بتاعك اوريدي موجود. ادوات التحكم والتوجيه هتروح على الادوات، وهتلاقي ان شاء الله باذن الله الامور ماشيه بشكل سليم زي ما انت تقريبا كنت خططت لها، ان الامور ماشيه بشكل جيد. اتمنى اكون اني وفقت في عرض المحتوى، وسعيد جدا باني كنت موجود معاكم على مسار التوتوريال ده وعلى مسار التوتوريالات اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.